متابعينا الاوفياء، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في بث مباشر اخر. رجعنا لكم من زاويه جديده، رجعنا لكم في بث مباشر اخر جديد، نشوفوا الجماليه ديال المشاهد ديال الشارع الرئيسي، واحد من الشوارع الرئيسيه في عاصمه البوغاز مدينه طنجه. نشوفوا الحركه قبل اذان الفجر، لا تنسوا شحال قبل اذان الفجر ب 7 أو 8 دقائق هنا حسب توقيت عاصمة البوغاز مدينة طنجة والنواحي. قبل أذان الفجر بلحظات قليلة الحركة تعود إلى طبيعتها. ما تنسوش متابعينا الأوفياء صلاة الفجر قبل الذهاب إلى أعمالكم، إلا مشيتوا لخدمتكم ما تنسوش تصليوا في خدمتكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كما كتشوفوا متابعينا الأوفياء قمة الجمال، قمة الروعة، قمة السحر الطبيعي، طبعا مع السحر الهندسي كما نشاهده هنا على جنبات النفق. كما أقول دائما متابعين الأوفياء، بلادنا جميلة جدا والله إلا جميل، أما عن شعبنا فهو شعب أجمل صراحة. أدام الله علينا وعلى ملكنا نعمة الصحة والسلامة والعافية وطول العمر، وأيضا أدام الله على أدام الله على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان. سيمو مواقع غير الخير أخي، ما قلتيش العنوان. حركة مرور تعود إلى طبيعتها قبل أذان الفجر بدقائق. طبعا نشارك معكم الأجواء. رشيد الكرتي صباح الخير للجميع بالتوفيق. صباح الخير أخي رشيد، أهلا وسهلا وصباحك أسعد وأبرك. كما كنقول دائما متابعينا الأوفياء، قناة شعب، قناة شوف تي في، هي عينكم التي لا تنام، لا تنام على الأحداث ولا على الأخبار ولا على الوقائع ولا على المشاهد الجميلة كالتي نراها أمامنا. عز العرب فعلا فعلا، حسب لي ستة والله فعلا صدقت. الفجر كيأذن، صح المعلومة ماشي مشكل، الفجر كيأذن في 6:56 ماشي الخمس. كنعتذر لأنه فعلا حسب لي 6. عادي، الأخطاء واردة جدا. كما قلت متابعينا الأوفياء، قناة شوف تي في قناة الشعب هي عينكم التي لا تنام، العين التي توصل لكم كل ما يتعلق بالأخبار بالأحداث، وإن صح التعبير كل ما يتعلق بوطننا الشريف، بجمالية وطننا الشريف. نشوف متابعينا الأوفياء شكون هما المدن الأكثر حضورا والأكثر تفاعلا معنا في البث المباشر. كتبوا لنا منين كتتابعونا البث المباشر، ومن عاصمة البوغاز مدينة طنجة كما قريتوا في العنوان، ولكن انتوما اللي كتشوفوا هذا البث المباشر، انتوما اللي كتشوفوا هذا اللايف منين كتتابعونا. شوفوا شكون اللي حاضر معنا بزاف. اوكي خويا الله ميسا، شكرا بزاف سيم، الله يبارك فيك. عز العرب الله يبارك فيك، شكرا بزاف، فخور جدا لانه كاين ناس كيعلقوا بهذه الطريقه، فخور بزاف لانه كاين ناس ما شاء الله عندهم كيقتلوا كعيب الادب والله، الادب والاخلاق. الناس ما عرفتش نقدروا نسميو ناس كتحس بيك، ربما ناس كتقدر لك ظروف، فشكرا بزاف ليكم والله. مكناس اهلا وسهلا بناس مكناس. كنشوفوا متابعين الاوفياء ربما تكونوا شاهدتوها او لاحظتوها في البث المباشر، اكثر السيارات اللي كتجول في الاثناء هي سياره نقل العمال، اي انه بدايه يوم جديد، بدايه نهار عمل جديد بالنسبه للساكنه الطنجاويه، اي ان الطنجاويين في الاثناء كيستعدوا للذهاب للاعمال ديالهم. بوجدور اهلا وسهلا بناس بوجدور اسبانيا، طنجه اهلا وسهلا بناس طنجه، ناس مدينتنا. إيمل شليل يا أهلا وسهلا، اللهم بارك. كالعادة كل مناطق الوطن الشريف حضر معنا،
كما العادة دائما الناس ديال سلا. أهلا وسهلا، كما قلت متابعينا الأوفياء، أكثر السيارات اللي كنشوفوا في هذا الأثناء تنقلا بين شوارع المدينة هي حافلات نقل العمال، أو ما يصطلح عليها بنقل المستخدمين، بحكم أنه في هذا الأثناء العمال يتجهون إلى أعمالهم في كل مختلف المناطق الصناعية ديال المدينة، سواء مثلا المنطقة الصناعية ديال قزناية أو شرافات أو مروها أو المجد. كاين بزاف ديال المناطق الصناعية. الريصاني، أهلا وسهلا بناس الريصاني. باقي ما عرفت صراحة شكون هي المدينة الأكثر حضورا، لأنه تقريبا كل مدينة تذكرت مرة واحدة. حقيقة الإضاءة جيدة في الشارع فعلا، والله إلا فعلا، ولكن الإضاءة صراحة باش من 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 كدبوش، الإضاءة اللي في النفق هي إضاءة بيضاء خاصة بالنفق، ولكن فاش كنخرجوا من النفق مثلا في الشارع العادي كنلقاو الإضاءة الصفراء العادية. أما الإضاءة البيضاء صراحة عندها واحد الدور، كتزيد واحد الجمالية للمشهد، واحد الرونق ما شاء الله. أما بالنسبة للشارع العادي فكيبقى الضوء صفر. عجبتني الملاحظة ديالك صراحة. ناس ديال أكادير، أهلا وسهلا. جمال من أكادير وياسمين من أكادير، إذا وقيل الناس ديال أكادير حاضرين بزاف، تحية لناس أكادير. بالضبط القنطرة تحاول ما تشوف. إذا حتى طنجة حاضرين معنا، اللهم بارك. كما كنقول متابعي الأوفياء، والله أنا فخور بكم لأنه دائما متواجدين معنا في كل وقت. ما دابا حاليا هذا الوقت ديال الناس مثلا ولا الاتجاه للأعمال، الناس كتتجه للأعمال ديالهم، الناس كتفيق تصلي، ومع ذلك كنتلقاو لايف. غنجبرو عشاق قناة الشعب دائما موجودين بكثرة في كل وقت. الناس ديال شفشاون، يا أهلا وسهلا بناس المدينة الزرقاء. إذا المتابعين الأوفياء، بعد هذا المشهد الجميل اللي شاركنا معكم، على أمل أن أراكم إن شاء الله بثوث مباشرة أخرى. طبعا تغطيتنا الإعلامية مازال مستمرة، ماشي غير في عاصمة بوغاز مدينة طنجة، وإنما في كل مناطق المغرب الحبيب. نتلقاو إن شاء الله بثوث مباشرة أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.